ناس وأصدقاء منسي قالوا اسم منسي عمره ما هيتنسي. أصدقائه حتى بعد الوفاة اتكلموا عنه كتير، قالوا إن الأسطورة منسي ترك فينا في كل واحد فينا بصمة وعلامة. أبرز الحاجات اللي حكيت لك من أصدقائه بعد وفاة أو بعد استشهاد منسي. لا والله عايزة أقول لحضرتك الحكايات كتير، بس يعني مثلا أنا العسكري اللي هو جاله بعد الاستشهاد ده يدور عليه ويعيط ويقول أبويا مات، أبويا استشهد، ده عرفت إن هو كان يعني ماديا في ظروف وفي ضائقة، كان عسكري عنده، ويمكن جت في المسلسل وكان أبوه متوفي وهو له أخوات 5 أو حاجة بنات، وهو ملزم إن هو يجوزهم وكده. فأحمد لما عرف كان بيجمع فلوس من كل الكتيبة ومن كل أصدقائه والضباط وكده، وراح له فجأة ما كانش قايل له، يعني اتصل لي قال له أنا اوصف لي أنا في البلد في الصعيد، وراح له ومعاه عربية فيها أجهزة أو حاجة زي كده لأخته. فلا يعني على يعني يمكن مش متذكرة، بس لا في حاجات كتير جدا اتحكيت لي بصراحة عن أحمد الله يرحمه، لأنه هو كان من النوع اللي أنا لما أحس إن شخص، أنا مش بقعد مع صديق أو زميل ليه على القهوة مجرد صداقة قهوة وأول ما نمشي ما نعرفش بعض، لا ده أنا طالما قعدت معاه وربطنا عيش وملح وصداقة أنا بفضل معاه لو عنده مشكلة أو عنده ضائقة أو عنده حاجة نفسية، وممكن أساعده وممكن ويفضل معاه يسأل عليه سنة واتنين بعدها. يعني أنا عرفت شهيد شبراوي كان يعني من زوجته انه كان دايما لما يبقى في اي حاجه في الحياه العاديه حتى عرفت انه لانه طبعا كان اصغر من احمد في السن، فكان يروح كده ياخد رايه وينصحه ويفضل بعدها يساله ويتصل بيه، يعني كل اصدقائه سواء جوه القوات المسلحه او براها، يعني كان حريص جدا. انت بتزعلي منه بقى لما يكون شهر قاعد في الشغل ونازل مثلا 5 6 ايام اجازه ويجي يفاجئك يقول لك انا رايح الصعيد النهارده علشان في فرح عسكري وعزمني، او في تاني يوم فرح واحد صاحبي ولازم اروح له، كان بيجامل الناس كلها ما رضاش يزعل حد. طبعا كان بيجامل، وكان يعني فعلا جزء كبير من وقته ولاؤه لاصدقائه، وزي ما تقول هو حاسس ان دي قضيته، ان لما يبقى في حد عنده حاجه سواء مناسبه كويسه سعيده او في ضائقه او حاجه انه يبقى واقف معاه، فدي كانت مهمه جدا عنده ما فيهاش نقاش. يمكن كنت احيانا بتكلم احنا كمان هم 5 ايام يعني ما بنشوفكش وكده، بس كان دايما بصراحه بيقول لي هو ده اللي بيبقى لينا عند ربنا. يمكن ما فهمتش الكلمه دي بعد ما استشهد، يعني حسيت ان هو ده اللي عنده اللي معاه دلوقتي مش اللي انا كنت بتكلم فيه.